هلا 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 حي الضيوف. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شرفتونا نور في البلاد. هلا هلا والله هلا. كورونا كورونا انا ومحمود كورونا مع كورونا متعاد يعني ها هلا 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 بدر هلا 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 محمود هلا حج وين الحج ابو سليم كيف حالك كيف انت انا الصحيح اني شفتك في ابو فادي انبسطت كثير والاوادم الطيبين يعني الوجهاء خاطرت على العزبه ليلة أنيسة للجماعة للشباب كلياتهم ليلة أنيسة ليلة أنيسة ليلة أنيسة بوجود أبو فادي أبو محمود نورة
الله يسعدك كورين ابو فاديه. يلا ابو محمد انزل هون وين قاعد غاد. والله يا هلا حبيب ابو علاء ايش؟ هلا 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 بالشباب. جينا وعملنا سير بالشارع هسا تبعت لابو اللواء قبل اسبوع للنجوم مش خربط قهوه يا ولد قهوه يا ولد. مساء الخير ابو سليم نورت والله زمان ما شفناك يا ابو سليم بالبال كل الوقت انت علينا ابو سليم. هلا هلا حاج ابو سليم. مرحبا يا عمي ابو سليم لما يلتقي السليمان. مش هذول ابليس شياطين؟ والله شياطين والله شياطين. ولا متخنان ولا شيء ولا شيء. بتفش في شكشوكه واعملوها انتم لحالكم دبروا حالكم. ابو محمود احنا كل الوقت تعمل لقاءات مع الناس. هاي المره بدنا نعمل معك لقاء. يلا مساء الخير ابو محمود. مساء الورد حبيبي. كيف حالك؟ فادي الله يسعدك خلي ولادك. احنا بنحب نقول لك انه احنا الليله انيسه بالسهره معك. الله يسعد وجودك هل وجوه الطيب يا زلمه احلى من هيك. شو بتحب توصل لجمهورك في هاي الظروف اللي احنا فيها؟ اولا نحن نقهر كل الظروف الصعبه يا ابو فادي وخاصه الكورونا. لازم ناخذ احتياطاتنا مزبوط ولكن ما بنقطع اهلنا اللي استقبلونا احلى استقبال واحنا دائما بنبت روح التفاؤل والامل ان شاء الله لكل الناس ابو فادي. هلا 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 هلا, هلا بالمذيع الشهير سعيد حسنين. ابو محمود ابو علاء ابو اللواء يعطيك العافيه. هلا هلا عم فادي يعطيك هلا العافيه. هلا هلا. تاخرت شوي وقلقنا عليك وان شاء الله امورك تسهلت. لا الحمد لله كان في حرايق بالمنطقه بالشمال. طفيتوها واجيتوا ولا طفيناها ودشرنا يعني طفوا الباقيات واجينا. يلا الله جيب الخير يا جماعه. يا رب العالمين. هلا ولعت كل المنطقه ابو العلاء. بشوف هسه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا هلا بالاوادم. هلا 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 ابو طارق. مساء الخير. هلا هلا ابو طارق. لا والله ما بشرب حبيبي. لا حياك الله ابو فادي. هلا هلا. اول شيء الله يمسيك بالخير انت واخونا ابو اللواء الامير دار ابو المريد. شو دار المريد بالبلد. شو رايك بالليله هاي ان شاء الله؟ المضبوط الليله هي ليله انيسه زي ما ذكرنا ليلة من الليالي اللي تسجل هاي الأشياء ما نشوفهاش كل يوم. منشوفش هاي اللمة وهاي اللمة لمة الأحبة ولا منشوف حتى الطقس كأنه إحنا مجهزينه طقس حلو كبير. أجينا من الشمال الشرقي والعواصف والحرائق والهضر اللي هون شايفين الهدوء والطقس الجميل واللي بزيدوا جمال برضو هون هيك اللي موجودين جماعة طياب وجماعة ملحين ونتأمل إنها بكرة نشوف أشياء كمان. شو ممكن نطلق على المخيم اسم شو؟ أنا دائما شو بقول هذا مخيم التواصل اللي هو تواصل أبناء الشعب الواحد من عالي الجليل لأقاصي النقب الصامد. نلقي دائما مرة هون مرة هناك نتواصل مع بعض كل الوقت يعني ما نشعرش حالنا بعيدين عن بعض كل الوقت مع بعض. هذا إشي كثير كثير بيعطي استمرارية للقاءات ولرحلاتنا اللي برضو مننظمها مش بس هنا في البلاد خارج البلاد. حياك الله عمي أبو فادي وإحنا تشرفنا وأنستونا أنتوا والجماعة من الشمال فبس نلقي نظرة على المخيم. نعم نعم خذ راحتك أبو فادي بتلاقي له التأسل. شوف هذول جبتنا امبارح من نابلس. أهلا وسهلا السفينة. أهلين يعطيك العافية هذا أخونا أبو السيد وتشرفنا الحمد لله باستقبال جيد. المرحوم العابد ابو العابد كالوارد ايوه ولاده مني شاهد
والشهد يا مقامة على هذا أبو المهدي بهاليوم أجا عندي شو مهموم أول ما وصل المقصود خلي دار أروح جوعا على عمري ما كنت خايف ألف حدا مثل عايف أنا بعيوني مش شايف يا عمي أكبر فما بتشوف ولا ما بتشوف أنا عن وعد حبيبي احنا كمان مره كمان مره ابو محمود حبيبي بنقول لكم مساء الخير من مخيم التواصل بين اعالي الجليل واقاصي النقب الصامد. ليله ليله حلوه صحيح مع الجميع صحيح. وشو رايك ابو محمود؟ انا الواقع يعني هذه ليله سعيده جدا، مبسوط جدا بهذا التواجد، وتوثيقك اخوي ابو فادي جدا رائع لهي اللحظات اللي انا بعتبرها لحظات تاريخيه، لمت اوادم الناس اللي احنا بنحبها كثير، شلبي الجو رائع، وهي اخوي باللواء كمان، يعني هاي اجواء بس ابو اللواء بيطلع فيدو عليها ابو فادي بصراحه. احنا كمان مره بنقول ايش حكيت ابو محمود عن الكورونا؟ بلا كورونا بلا بطيخ. لا التباعد مطلوب، تنفيذ التعليمات مطلوب، كيف بس عامل ابو اللواء؟ تباعد ابو اللواء رائع معنا. هاي مش بسبب الكورونا، هاي مخيم مش بسبب الكورونا، هاي مخيم قبل الكورونا، هاي مخيم الكورونا التسجيل. بس احنا بنحب نقول لكم رايحين نرجع كمان مره، بنوعدكم كمان مره، حاليا نقول لكم الى اللقاء. الى اللقاء. صحتين صحتين وعافية يا جماعة. اهلا ابا فادي، اهلا ابو علاء، اهلا. صحة 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 صحة. شوف لي يا ابو اللواء كيف بتصوروا، واحلى بلوك. صحتين صحتين. السمكات ما عند ابو اللواء على حسابه، والله يطرح له البركة. عند ابو رامي يا عمي، عند ابو رامي. ابو رامي سيد ابو رامي هذا. ابو رامي ابو رامي هاي هيك ابو رامي، بس تبعت ابو رامي اكلوه البساس قبل ما نحطهن على كيف. هذا زاد الكرام وزاد الكرام يا ابو علاء ويا ابو جبريل. عمي سلام الخير، لا بتضلكوا عشان والله بيت مفتوح وعامل يا رب. يلا ابو علاء، ابو علاء اخذ خي ولا ابو جبريل. يلا يابا خلينا نقعد نتعشى كلياتنا. بارك الله فيك يا ابو فادي. هلا هلا، صحتين صحتين وعافيه. ايد بركه تصور الخير وتجيب الخير علينا يا ابو فادي. صحتين وعافيه قلبك. قلت له ابو رامي اللي صيد السمك، ها صاد السفينه، صاد السمكات الصغار. شو بسموهن السردين، هذول اساسا كلوهن. هلا عمو فادي، ابو جبريل. صحه 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 وهلا صحه. قال معنا ابو فادي، فادي يقول طبعا اسا هيك والله ولي. وبرضه جبريل مريض برا، خليهم يتعشى، يتعشى في خير كبير. برضو احنا بطلعنا نتعشى ولا لا؟ صحتين وعافية للجميع. انا بقول في الـ في الـ في الوجبة الثانية. في الوجبة الثانية. طيب يلا خلاص، انا مركن عليكم. يلا صحتين وعافية للجميع، صحة صحة. هاي بتحط فيها هاي السويتة اخرى يعني ثانية. هاي السويتة هون مع مسجان السويتة جديدة بده يدش. ابو محمود ابو محمود كيف مرتاح الواقع ابو فادي؟ يعني هاي الفرشة الطبية ما شاء الله. وكان لا استنى عم سعيد اخوي بالعلاء ايوه زمين كونديشن نيات، ما بنحكي عليها كلنا. يعني هاي هاي الخيمه تحت ابو اللواء اللي اشتراها مع فرشة زوجية هون، خلال دقيقتين ولا دقيقه ابو دقيقه بتبني الخيمه، خمس دقائق بتساوي تعبي الفرشه هواء. وكيف احنا شايفين سعيد
سعيد مرتاح. سعيد بيجي 80 90 كيلو ما شاء الله عنه حامله يعني. شو حامل؟ نايم تحمل بدايه طون. تفضل اخوي ابو عبد الحكيم اذا بسمح نظرك. هاي فرش فرش الزوجيه على فكره. هون شبابيك وفي كل شيء. شبابيك في كل شيء. يا شد هون. قديش بتكلف يا ابو اللواي؟ هاي الخيمه والفرشه بكلفها 500 شيكل. 500 شيكل مفتي. لا لا روح جيبهم تبعت عبد الحكيم. وين تفتح؟ يا راح اجيبهم. وين تفتح هاي القداني فرواني؟ مساعدة اول مره بعيد. يعني اول مره بفتح في حياتي سياره. شو بدك نمرض علي؟ وين شنتك وراي ورا حدي؟ اطلع برا. عندك لمبة برضه للشو اسمه اذا بدك اي شيء تقدر تسكيها. هذول تقدر هنا ابو جبريل. اهلا وسهلا ابو جبريل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. والمظبوط يعني شيء حلو. ليله انيسه والبرنامج البرامج بتستنى لقدام ان شاء الله. ان شاء الله اليوم شوي هيك تعبتوا وش هذا. بنتامل بكره ترتاحوا. طبعا لنا كمان لنا حصه احنا في ال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حبيب قلبي. وانا ابو فادي. هلا حبيبي. احنا مش رايحين ننساكو ورايحين نضل اهلنا نحط برضو هاي المقاطع ورايحين نعملها ابو جبريل فيديو اصلك الطيب ورايحين ننشرها كمان اصلك الطيب. حاليا بنقول لكم إلى اللقاء. مع السلامة. تصبحوا خير.